اعتقد. احمد رايك في مباراه اليوم، وبالتالي فريق بيراميدز يعني زي ما بنقول ايه بيرقص على السلم، ولا عارف ياخد يعني يحقق نتائج جيده في الدوري، والنهارده يعني بنقول ايه يعني الكره ما فيهاش مستحيل، لكن بيبتعد عن الوصول للمباراه النهائيه من خلال تعادل سلبي على ارضه يا كابتن. بص يا كابتن فاروق، يعني بيراميدز فيه حدوته محدش فاهمها. هل مشاكل الفريق، هل مشاكل النجوم كتير في الفريق، هل الاسعار، وفي لعيبه بتاخد ارقام معينه كبيره وفي لعيبه تانية بتاخد ارقام قليله، الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل في اوضه اللبس، بتعمل مشاكل في وسط الفريق، زائد مع مفيش مدير كوره قوي مثلا في الوقت ده، مفيش حد. انا شايف المشكله اداريه بحته. السيطره على النجوم موضوع صعب جدا، وبيراميدز فيها نجوم كتير، عبد الله السعيد، رمضان صبح، شريف اكرامي، ايريك تراوري، لعيبه. طب لو انت مكان اداره دلوقتي يا كابتن في ظل النتائج دي، تتعامل ازاي مع اللعيبه؟ بص، شخصيه مشكله، هل خصومات، هل استقطاع مبلغ من الفلوس بتاعتهم، لان اللعيبه بتاخد فلوس وتقول لك انا باخد فلوس. بص يا كابتن، اكسب مكسبش مش فارقه. لا، المشكله شخصيه المدير الفني. شخصيه المدير الفني شكلها مع بيراميدز، شخصيه اللعيبه اقوى من شخصيه المدير الفني. مش شخصيه في خناقه، لا، شخصيه في اداء اللعيبه. يعني مدير فني يفرض شخصيته على اداء اللاعب، لكن اللاعب هو اللي بيفرض شخصيته على المدير الفني في اداء اللاعب. مع المدير الفني اللي موجود، لا، اللاعب هو اللي بيعمل كل بيلعب اللي في دماغه. عبد الله اللي بيلعب في دماغه، رمضان صبح يمسك الكره يشتغل في دماغه. مفيش شكل معمول مدير فني فارض شغله على اللاعب، فدي مشكله كبيره جدا بتقابل بيراميدز. لكن بيراميدز كافراد من احسن افراد لعيبه موجوده في مصر. لكن فعلا عندهم مشكله. بص الاسماء لا، يعني في اماكن، من اول حارس المرمى وحراس المرمى الثلاثه لغايه الفراوده. يعني خلي بالك، هم عملوا اول موسم يا فاروق قوي جدا. يعني اول موسم ليهم عملوا قوي. ما شفتش عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد لا. عندهم برضو مشكله، برضو حصلت لهم الفتره قبل المباراه، موضوع جالهم 10 لعيبه في سفيره نيجيريا جالهم كورونا. تمام، دي كان ليها تاثير برضو شويه. اللعيبه برضو بتاخد وقت شويه لما ترجع. اللياقه البدنيه عندهم، وده كان باين في مباراه سموحه. لكن زي ما بقول لك كده، المدير الفني قول كتير ان المدير الفني ده هيتغير، وحاجات غريبه جدا ان المدير الفني يكمل. نتائج هو ما فيش وقت، انت عارف. انا كنت متوقع بعد هزيمه سموحه ان يحصل عمليه اقاله، لكن الوقت، انت عندك ماتش الرجاء بعديها باسبوع. الموضوع مش مباراه، الموضوع اداء فرقه باين. انا بشتغل على البلان على قدام، ماتشات القريبه وعلى البلان قدام. هو الفرقه شكلها مش رايح في حته كويسه، مش رايح حته كويسه. ادائهم باين، ادائهم في بطوله الدوري وفي ماتشات كبيره جدا في افريقيا. لكن الفرقه لا، الافراد اسامي كبيره جدا، وخط، يعني بتكلم كمان على البديل. عندك بديل قوي جدا. لكن فعلا هي المشكله كان لازم مدير فني قوي جدا، شخصيه قوي جدا. كنت اتمنى ان يكون مصري. مدير فني مصري قوي هيفرق جامد جدا مع بقى.